السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة سكينة سورية. اليوم إن شاء الله غادي نخرجوا من الروتين تماما ديال المطبخ وديال الوصفات. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم مناسبة عاشوراء، بغيت نشارك معكم أجواء ديال عاشوراء يعني في بلدنا الحبيب المغرب والتقاليد ديالنا. تبعوا معايا لا فيديو إلى الآخر باش تكتشفوا وتعرفوا كيفاش كندوزوا عاشوراء. وكنشكر كنوجه الشكر ديالي خاص للأخت سلمى شكرون مدينة بني ملال، هي اللي رسلت لي هذا الأوديو ديال كيطبلوا فيه هي والعائلة ديالها مناسبة عاشوراء. تبعوا معايا لا فيديو إلى الآخر باش نعيشوا واحد الجو رائع وجميل وبسيط يعني ديال عاشوراء بتقاليدنا المغربية. شكرا لكم على المتابعة، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبتعليق ديالكم بالنائين. وبالنسبة للمشتركين الجدد يفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد على قناة سكينة السورية. ونمشيو نشوفوا لا فيديو كيفاش دوزت النهار ديال عاشوراء مع الابناء ديالي. انا تعمدت نصور هاد لا فيديو من نهار قبل ديال عاشوراء، لان عاشوراء غادي تكون ان شاء الله الاحتفال ديالها يوم السبت والاحد. السبت والاحد كيكون الصيام. انا صورت هاد لا فيديو من نهار من قبل، لهذا كيف ما كتشاهدوا معايا درنا شويه ديال الحنه وفرحنا مع وليداتنا، وانا لبست اللباس التقليدي ديال مدينة الصويرة يعني الأصل ديالي. وتحية للمغاربة من طنجة حتى القويرة كافة أجمعين، ونتبعوا الفيديو إلى الآخر ولكم الشكر.
كنتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم. عواشركم مبروكه. كما كتشاهدوا معايا لبستي زي السويري. شكرا لكم المتابعه، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعاليق ديالكم البنائين باش نزيد نعطي اكثر ما عندي. وبالنسبه للمشتركين الجدد يفعلوا جرس باش يوصلهم دائما الجديد على قناه سكينه السوريه فضلا وليس امرا. وعواشركم مبروكه من طنجة حتى القويرة. وشكرا لكم المتابعه، ودمتم في رعايه الله، ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه السوريه. وان شاء الله غادي نحط لكم في صندوق الوصف جميع الوصفات بالنسبه للمملحات والقريشلات الحلوين، وبالنسبه للبلاطو ديال الشاي اي سينيد اتاي، والحماله اللي كان فيها لي بومبو وشوكولا، والحماله ديال المملحات. هادو كلهم اعمال يدويه منزليه 100%، غادي نضعهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله، باش اللي ما تمكنش ما شافش الحلقات السابقه يشاهدهم. شكرا لكم المتابعه، ودمتم في رعايه الله، ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه السويريه.